صحانا من صباحيات ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فتنة في المستشفى. شكله كده يا حاجة مهتم بيها زيادة حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجة أول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. أنت هتستعبط؟ أنا ما أحبش كده، اتقوا شري. بصراحة يا حاجة إحنا بنجري نقل لك أخبار أفندينا عشان حضرتك قلت لنا إن ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحة كده يا حاجة إحنا بنعمل الحكاية دي يعني وإحنا متقدرين قوي. وأنا بصراحة بحب أفندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار أنت وهو هتحبوا ابني أكتر مني؟ الحاجة بتقول لك يا حمار. ولا مش أنا قلت كده يالا؟ هو أنت قلت حاجة؟ هو أنت أساسا حكيت للحاجة حكاية الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ وسيع علينا يا حاجه، سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه، يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم، ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا، ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد لهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي لقضاكي بتضحكي علينا يا بنت. علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكوا حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بنت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومة لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغالة معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش أكيد. وانا هستنى لما تبقى أكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا، احنا ما اتفقناش على كده. أنا ملزومة منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، أقل حاجة عندها القتل. يا خسارتك يا سوريا، أدي آخرك لما تصدقي الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة. بطلي ندب، بطلي ندب بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اهدي كده وقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء. والله العظيم انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير. والله العظيم هو ما حاسس بيها، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوح بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا، أنا مش عارفني. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعًا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة. وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم.
انما انا بقى في الجنه ونايمها. هموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا هوبا. عاجبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وتمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هالليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم. يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فتله. الحمد لله على السلامة. نورت الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجت امتى؟